السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، وحياكم الله معنا في تجربة جديدة لسيارة مرسيدس موديل 2021 A كلاس 200. هذه خليني أقول عنها من أصغر سيارات مرسيدس، واللي منتجة بغرض أنه تكون سيارة اقتصادية موفرة للوقود. السيارة طبعا بمحرك 4 سلندر 1.3 توربو، تولد 163 حصان بعزم دوران 250 نيوتن متر. طبعا السيارة بمحرك مصنع من تحالف رينو مع نيسان بالشراكة مع مرسيدس. جير بوكس السيارة اوتوماتيكي من 7 سرعات، ولكنه جير مزدوج الكلتش، يعني دي سي تي ترانزميشن. طبعا امكانات السيارة كارقام تعتبر ممتازة جدا، ولكن لما احد يقول لك محرك 1.3، هل يقدر يطلع عقبات؟ هل يقدر يعيش في أجواءنا في الخليج الصعبة؟ هل بيكون أداء السيارة ممتاز أو لا؟ هذا اللي راح أجربه اليوم بإذن الله في مدينة أبها. راح أطلع وأنزل في السيارة مع بعض العقبات، راح أجربها داخل المدينة وأشوف أداء السيارة وكيف راح يكون وضعها. أعتقد بما أنه السيارة تحمل شعار مرسيدس، أنه راح تذكرنا بسيارة المرسيدس الإي كلاس اللي كانت منتجة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، وكيف كانت سيارة ذات شعبية كبيرة جدا في الخليج، وخصوصا في المملكة العربية السعودية، وخصوصا في مناطق الجنوب. في تلك الفترة كانت السيارة محبوبة في الجنوب، لأنه كانت مرسيدس تعتمد دائما على مبدأ حرارة المحرك والجيربوكس العالية نوعا ما. ففي أجواء مدينة أبها وما شابهها، الباحة، الطائف، كانت الأجواء جدا مناسبة للسيارة هذه، وكانت تجي بفئات اقتصادية لدرجة أنه في بعضها كانت تجي بدون مكيف، بعضها تجي بقزاز خلفي هندل، لأنه مرسيدس قاعدة تصنع هذه السيارة عشان تكون سيارة للي يبغى يقتني العلامة الألمانية، ولكن بمواصفات قليلة، وبالتالي راح يكون سعرها منخفض. وهذا احنا نازلين الان مع عقبة الصمة. السيارة ما شاء الله تبارك الله لما نحطها على الغير رقم 1 تتباطأ بشكل ممتاز جدا. طبعا لو ارتفع الRPM لحد عالي جدا راح تنتقل للغير رقم 2، ولكن بشوية مساعدة بالفرامل غالبا ما راح تنتقل للغير رقم 2، عدا في بعض الاماكن اللي تكون شوي سهلة زي المكان اللي انا فيه الان، يفضل انك تخفف الحمل عن الجير بوكس وتساعد شوية بالفرامل. استمرارك بالضغط على الفرامل في مثل هذه العقبات راح يخلي الفرامل تسخن وتفقد أدائها، وراح تجي مرحلة تحتاج فيها الفرامل ما راح تستجيب معك نهائيا. عزم السيارة يا جماعة في الطلوع شيء غير طبيعي. يعني لما أحد يقول لك المحرك 1300 سي سي أو لتر فاصلة 3، تعتقد أنه شيء ضعيف، لكن مع التوربو ومع الجير بوكس المزدوج صراحة شيء خرافي، بمعنى كلمة خرافي، مقارنة بأرقام المحرك. كثير سوق سيارات غيرها دي سي تي، غير السيارات الألمانية طبعا، لا أقصد المرسيدس، قاعد أقول ليش حاطين الجير هذا؟ أحيانا يفكر متى يعشق. يعني لما يجي يبغى ينزل من جير رقم 5 إلى جير رقم 3، وهذه من عيوب جيرات الدي سي تي، ما يقدر ينزل بشكل مباشر، لا لازم ينزل 5 4 3. لكن هنا في مرسيدس شوفوا العزم، صعود عقبة شيء غير طبيعي. يعني طالع العقبة أنا ولا نازل؟ ما أعرف. ثبات، عزم، أداء، شيء غير طبيعي. بالنسبة لدرجة حرارة الجير بوكس، فمع التسارع والتهدية و خليني أقول القيادة السيئة، وصل في نهاية العقبة لأعلى رقم 103 درجات مئوية زي ما أنتم شايفين. طبعا السيارة على الشاشة حقتها موجود درجات حرارة المحرك، فلاحظوا أنه هنا تقريبا فوق 100 درجة وأقل من 110. خلينا نشوفها على الجهاز كم وصلت درجة حرارة المحرك بالضبط. بالنسبة لدرجة حرارة المحرك كسائل تبريد وصل إلى 110 درجات مئوية، وبعدها يبدأ في النزول. بالنسبة لزيت المحرك وصل إلى 114 درجة مئوية. طبعا طول التجربة عدد الركاب اللي في السيارة 4 أشخاص، والتكييف يعمل طوال التجربة. بالنسبة للتكييف ما شاء الله تبارك الله قاعد يعطيني أداء جدا ممتاز، حتى مع وصول درجة الحرارة الخاصة بالمحرك إلى 110 درجات مئوية. طبعا أنا أتكلم عن اختبار في عقبة من أصعب العقبات بقيادة سيئة جدا،
لو سكت السيارة صح لن تصل درجات الحرارة أبدا إلى هذه الأرقام. وبعد ما جربت السيارة في العقبة واستخدمتها أيضا داخل المدينة وعلى الطرق السريعة، جاء وقت أقول لكم بعض مواصفات السيارة وميزاتها وعيوبها من وجهة نظري الخاصة. طبعا أكرر، فئة السيارة اللي معي هي فئة الستاندر، ولكن مرسيدس بنز ما نقدر نقول عن سيارة من سياراتهم أنه فئة ستاندر، لأنه ممكن تطلبها بمواصفات خاصة. فعلى سبيل المثال سيارة فئة ستاندر ولكن فيها فتحة سقف، قد تختلف المواصفات على حسب الطلب. السيارة تحتوي على المواصفات الأساسية المطلوبة لأي سيارة تدخل المملكة العربية السعودية، من نظام فرامل مانع للإنغلاق، مراقبة ضغط الإطارات، إلى نظام ثبات إلكتروني، إلى إيرباقين أمامية للسائق والراكب، ويضاف عليها إيرباقات جانبية في الأمام وأيضا إيرباقات للركاب في الخلف. السيارة تحتوي أيضا على نظام التحذير من التصادم الأمامي ومساعد الفرملة والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ولكن ما فيها مثبت سرعة تفاعلي، فيها مثبت سرعة عادي وفيها أيضا محدد سرعة. السيارة ما فيها نقاط عمياء ولا فيها حساسات أمامية وخلفية للصدامات ولا فيها نظام العودة للمسار ولا الحفاظ على المسار. المرايا طبعا فيها تحديب، سواء مرآة الراكب أو مرآة السائق، تعطيك وضوح للرؤية الجانبية ولكن بدون توفر النقاط العمياء. الكاميرات فقط كاميرا واحدة موجودة بالخلف بزاوية عريضة. خليني أقول السيارة جمعت التناقضات ما بين الفخامة الألمانية وما بين قلة المواصفات. السيارة فيها النظام الترفيهي الخاص بمرسيدس بنز اللي اسمه MBUX، اللي هو مرسيدس بنز يوزر اكسبيرينس، ومع ذلك ما فيها حتى بيت للنظارة ولا تكاية خلفية. فجامعة التناقضات، شوية تقول السيارة هذه فيها مواصفات رائعة، شوية تتفاجأ انه فيها مواصفات كثير ناقصة. على سبيل المثال من المواصفات الناقصة، السيارة فيها نظام التشغيل الذكي أو البصمة زي ما يسميه البعض، ولكن تخيل أنك ما تقدر تفتح الباب إلا بالريموت، يعني ما في شيء اسمه تمسك الباب تفتح معك السيارة، لا، ما تفتح ولا تقفل إلا بالريموت. وبنفس الوقت إذا كانت السيارة شغالة ما تقدر تفتحها ولا تقدر تقفلها بالريموت. طبعا نظام الـ MBUX اللي تراهن مرسيدس على أنه راح يخلق تجربة فريدة للمستخدم، أنا أشوفه لازال في بداياته، فما في هذيك الأشياء اللي نقدر نقول عنها واو، ولكنه فعليا سهل لك الاستخدام. فعلى سبيل المثال تقدر تستخدم الشاشة باللمس، تقدر تستخدمها من الماوس باد الموجود في الكونسول الوسطي، تقدر تستخدمها من الأزرير الموجودة في الدركسون، سواء أزرير اللمس أو الأزرير الموجودة في الدركسون، وأيضا بالصوت. فعلى سبيل المثال وانت ماشي على الطريق تبغى السيارة تنفذ لك أي شيء، ترفع لك تكييف، تنزل لك تكييف، بس وانت ماشي يقول هاي مرسيدس، خلوني أقولها لحالة عشان هي باقي ما وصلت للذكاء الكافي. هاي مرسيدس، How may I help you? Outside temperature. The outside temperature is 25 degrees Celsius. فهذه هي فكرة النظام، خليني أقول التخاطب بالصوت مع السيارة، أنه تطلب منه شيء وينفذه. ويقولون أنه راح يستخدم الذكاء الصناعي بشكل أكبر، بحيث أنه تعبر عن شعورك والسيارة تنفذ، أنا حران تنزل لك التكييف، أنا بردان ترفع لك التكييف، ظهري يوجعني، على طاري ظهري يوجعني، تشغل لك المساج لو كان السيارة فيها مساج، وهكذا. فشوية شوية بيصير النظام أكثر ذكاء، ولكن بوضعه الحالي بصراحة، طبعا أنا أتكلم عن فئة الأي، ما أشوف أنه فيه الشيء اللي أقدر أقول عنه واو. طبيعي جدا وموجود في كثير من السيارات من بداية الألفية بما فيهم مرسيدس بنز. طبعا الشاشات الموجودة على السيارة هي الشاشات القياسية بحجم 7 إنش لكل شاشة، وتتوفر بحجم أكبر في الفئات الأعلى، فيها أندرويد أوتو، أبل كار بلاي، وأيضا تقدر تربط معها بالبلوتوث. الشواحن موجودة في السيارة، والمنافذ جميعها من نوع تايب سي، موجودة في الكونسول الوسطي وأيضا داخل الدرج، وموجودة أيضا في الخلف. السيارة كمان فيها شاحن لاسلكي، بمجرد أنه تضع جوالك على قاعدة الـ NFC راح يبدأ بالشحن مباشرة. التكييف في السيارة رائع جدا، يتوفر بمناخ منفصل للراكب وللسائق، وأيضا فيها فتحات تكييف خلفية،
مستوى الرؤية والإنارة في السيارة رائعة جدا، خصوصا لشخص قصير. الراحة في المقاعد تعتبر ممتازة جدا لسيارة من فئتها، جميع المقاعد يدوية سواء السائق أو الراكب، ما فيها تحكم كهربائي ولا فيها أي ذواكر. عزل الصوت رائع جدا بالنسبة لعزل الهواء والأصوات الخارجية، ولكن صوت الكفرات بصراحة مسموع من داخل السيارة. طبعا الجنوط المتوفرة على الفئة القياسية بحجم 17 إنش. مصروف البنزين على حسب بطاقة كفاءة الطاقة، كل لتر يمشيك 19.7 كيلو، يعني خلينا نقول كل لتر يمشيك تقريبا 20 كيلو، ولكن طبعا يعتمد على طريقتك في القيادة. ومثل ما هو معروف عن سيارات التوربو راح تكون موفرة بشكل ممتاز جدا إذا كانت قيادتك هادئة، أما إذا كانت قيادتك سيئة أكيد راح يكون مصروف البنزين أعلى. أوضاع القيادة في السيارة تتوفر بوضع الرياضي والمريح والاقتصادي، وكمان وضع مخصص تقدر تختاره بنفسك وتخصص الأمور. إيش اللي راح يختلف في أوضاع القيادة؟ إذا حطيت السيارة على وضع القيادة الرياضي راح يختلف معك الدركسون، راح يصير أثقل، راح يختلف معك نظام التراكشن، وراح يختلف معك وقت تبديلات الجير بوكس. الوضع الرياضي راح تكون تبديلات الجير بوكس متأخرة عشان تعطيك عزم أفضل، على عكس الاقتصادي راح تبدل بشكل أسرع وراح يكون الدركسون خفيف. وكل هذه الأمور تقدر تخصصها أيضا على حسب الشيء اللي انت تشوفه مناسب لك. تقدر تحط وضع أداء التراكشن بنفس الرياضي، أداء الجيربوكس نفس الرياضي، ولكن الدركسون يكون خفيف والعكس. واحد من العيوب اللي شفتها في السيارة، طبعا قد تكون فقط في السيارة اللي أنا جربتها، ما نقدر نحكم عليها إلا إذا جربنا مزيد من السيارات من نفس الفئة، صوت هواء مزعج جدا داخل تانك البنزين، وكأنك تسمع صوت غليان للبنزين. طبعا هو ليس صوت غليان، هو صوت هواء، أعتقد أنه خلل في نظام تبخير غازات الوقود، مزعج إلى درجة أنك تسمعه من داخل السيارة. طبعا متى تسمعه؟ إذا انتقلت من مناطق ضغط جوي مختلفة. فعلى سبيل المثال لما كنت في أبها وطلعت السودة ظهر معي الصوت، لما نزلت مع عقبة الصمة ورجعت طلعت ظهر معي الصوت، مزعج إلى درجة تسمعه من داخل السيارة خصوصا في المقاعد الخلفية. سجلت لكم إياه بالقرب من تانك البنزين، راح تسمعوه الآن. أعيد وأكرر، قد يكون هذا العيب فقط في السيارة اللي أنا جربتها، قد لا يكون موجود في سيارات أخرى، وأمر طبيعي قد تخرج بعض السيارات ببعض المشاكل اللي راح يحلها الصانع والوكيل لاحقا. إغلاق الأبواب لازم تقفلها بقوة، تقفيلة كذا خفيفة ويتقفل الباب ما في، تحس أنك راكب جي كلاس ما هو أي كلاس. أعتقد لو كان تقفيلها أسهل كان أفضل. ممكن البعض يعتبر أنه هذا تعبير عن المتانة، يلا قفل الباب قوة عشان تحس بصلابة الحديد والمعدن، ولكن بوجهة نظري أشوفه العكس، مفروض أنه كان تقفيلها بشكل أسهل. نظام الأوتو هولد متوفر في السيارة، ومثل ما عهدنا من مرسيدس وبي ام دبليو ومعظم السيارات الألمانية، تفعيل نظام الأوتو هولد بدعسة الفرامل، يعني بعد ما توقف السيارة تعطيها كمان دعسة على البريك أو ترفع خفيف وتدوس بريك مرة ثانية راح يتفعل معاك نظام الأوتو هولد. موجود في السيارة، ولكن يعيبه مع وجود نظام الأوتو ستارت أند ستوب، أنه لما توقف عند الإشارة أو وقوف قصير السيارة تنطفئ. بعد ما تنطفئ السيارة لو ترفع رجلك على البريك عشان تفعل نظام الأوتو هولد مباشرة تشتغل. فأعتقد لو كان بزر كان أفضل. طبعا لو تعودت عليه خلاص راح تعرف الوزنية وتقدر تضبطه بدون ما تطفى وتشتغل السيارة، ولكنه يبقى متعب نوعا ما، ما راح تسيطر عليه بسهولة، راح تتفاجأ أنه كل شوية السيارة اشتغلت وإنت ما تبغاها تشتغل، فقط تبغى تفعل نظام الأوتو هولد. صندوق الأمتعة أو الشنطة أو الدبة زي ما يحب يسميها بعض حبايبنا في الخليج، مساحتها ممتازة لسيارة من فئتها، ولكن يعيبها أنه ما في مكان للإطار الاحتياطي، فبالتالي موضوع داخلها فأخذ جزء من المساحة. بوجهة نظري السيارة مناسبة لشخص مغرم بماركة ألمانية اسمها مرسيدس بنز، وحاب يستخدم سيارة اقتصادية للدوام، لداخل المدينة، للسفريات القصيرة، يستمتع بالقيادة الممتعة جدا بأقل تكاليف ممكنة. طبعا لما أتكلم بأقل تكاليف ممكنة لما أقارنها بغيرها من سيارات مرسيدس بنز أو من السيارات الفاخرة، ولكن لما أقارنها ببعض الصناع الأسيويين
او الامريكيين لا، بسعر المرسيدس اي كلاس ممكن تشتري سيدان متوسطة كاملة المواصفات من احد الصناع الاخرين. السيارة يكفيها اطراء انه الشبك الامامي يحتوي على علامة مرسيدس بنز. مرسيدس بنز العشق الاول بالنسبة لي كسيارة، هي غنية جدا عن اطراءاتي، ولكن حبيت اذكر بعض الميزات والعيوب الموجودة في السيارة هذه فقط من باب الاستعراض للناس اللي لها الرغبة انه تشتري السيارة. ودائما اقولها، اذا بتشتري اي سيارة لازم تجربها بنفسك وتأخذ الانطباع بنفسك، سيارة قد تعجبني لا تعجبك والعكس. وفي ختام الفيديو اقدم شكري الجزيل ليلو لتأجير السيارات اللي وفروا لنا سيارة التجربة، ولكم ايضا انتم متابعينا الكرام اللي تحملتونا الى هذه الدقيقة، واتمنى انه اكون قدمت لكم ولو القليل من الفائدة. ولا تنسوا تشتركوا في القناة، تنشروا الفيديو لكل اصحابكم وخصوصا المهتمين بالسيارات، تعطونا لايك إذا عجبكم الفيديو، وتكتبونا آراءكم في التعليقات. وفي أمان الله.